السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هذا جيت نشارك معكم طريقه تحضير البري والكفته اللي كتجي بحشوه رائعه. ان شاء الله يا ربي كنتمنى تعجبكم. بقاو معايا في المقادير وطريقه التحضير. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو في الحشوه ديال الكفته ديال البريوات. عندي هنايا واحد الفلفله حمراء مقطعه مربعات، وفلفله برتقاليه، وجوج جزرات، وواحد الفلفله مقطعه حتى هي خضراء. وعندي 500 غرام ديال الكفته، وواحد البصله مشلضه، وعندي هنايا واحد جوج درزيمات ديال الشعريه الصينيه، وشويه ديال زيت العود او زيت الزيتون، وعندي شويه ديال الزيتون مقطع دوائر هذا، وواحد شويه ديال المعدنوس، وهنايا عندي شويه ديال الملح والصحتر، وعندي زنجبيل والبابريكا والفلفل الاسود. صافي، هنايا كنوضعوا البصل فوق البوطه، وكنضيفوا عليهم شويه ديال الزيت، وكنخليهم يتشحروا شويه. صافي، من بعد ما كيبداو يتشحروا لنا بهذا الشكل هذا وكيبداو يتسلخوا هيدا، كنضيفوا عليهم هاد الخضر اللي عندي. بالنسبه للخضر تقدروا تعملوا اي خضر بغيتوها اللي كتعجبكم. صافي، غنبقاو نحركوا هيدا. وغنضيف دابا عليهم ديك التوابل اللي عندي كاملين والملح، وغنضيف عليهم ديك المعدنوس حتى هي اللي عندي الفرن. صافي، وغنخلط هذا الشيء كامل مع بعضه، وغنخليهم يتشحروا. من بعد ما يتشحروا بهذا الشكل هذا شويه، غادي كما كتشوفوا كيبداو يطيبوا، كيكون عليهم يطيبوا، كنكب عليهم هاد الكفته اللي عندي. صافي، وكنحاول نبقى ندخلها فيهم بهذا الشكل هذا، كنبقى ندخلها فيهم حتى كتنجس معاهم. صافي، هيدا كنستمر بهيدا بالخلط ديالهم مع بعضهم، ومن بعد كنخليها تطيب على خطره. وحاولوا ما تحنيولاش البوطه بزاف باش ديك الخضر بالعكس يعني يشربوا الماء، ما يطلقوش الماء ديالهم. وهنايا عندي الشعريه الصينيه. شارية الصينية كما كتعرفوا كنغليو الماء، دائما كنغليو الماء من بعد ما كيغليو، كنوضعوا فيهم الشعرية الصينية، كنخليوها واحد 30 ثانية او 40 ثانية هكدا، كنزولوها من ديك الماء، كنخليوها تستقطر شوية، ومن بعد كنقطعوها بهذه الطريقة هذه. من طبيعة الحال كلشي كيعرف الشعرية الصينية كيفاش كطيب للمبتدئين. وصافي يعني صافي، هنايا جبت ديك الحشوة اللي عندي وضفت عليها ديك الشعرية اللي قطعتها. صافي، ونخلطهم مع بعضيتهم. الاحسن الا شفتوا الحشوه ديالكم باقي فيها الماء ديال الخضره، او ما شربتش ديك الماء مزيان، يعني ما تشحرتش مزيان ديك يعني ديك المقله مزيان حتى شربت ديك الماء اللي فيها كامل، من الاحسن تقطروها مزيان باش ما تفزت لكمش الورقه. صافي، غنستمر بهذا التحريك هيدا بهذه الطريقه هذه حتى يتخلطوا مزيان. صافي، ها كيفاش كيجي الشكل ديالها.
اللي كيعجبو يعدل الكفته زايده يعني على حسب المقادير، هادو نتوما كتحكموا فيهم على حسب نتوما شنو اللي كيعجبكم اكثر. صافي دابا غادي نجيب الورقه ديالي وغادي نبدا نعمر فيها. بالنسبه للورقه انا هنايا ما صورتش كيفاش غنقطع معكم، لان سبق لي عملتها في الفيديو السابق اللي عملت فيه بريوات الدجاج، كنقطع بنفس الطريقه. صافي دابا غنجيب واحد شويه ديال الزيت، اللي بغى يعمل الزبده مذوبه مخلطه مع الزيت يعملها، انا كنفضل هاد الطريقه هذه. صافي المهم كنبدا ندهنهم شويه بالزيت. صافي غندهنوها من وجهها ومن طهرها. صافي واللي ما بغاش يعمل هذه الطريقه هذه دهنوا يعني سطح العمل اللي غتوضعوا فوق من الورقه، ومن بعد دهنوا لوجهها. صافي دابا غادي نعمل الكميه اللي خصني قداش ما بغيت، وغادي ندلوي الورقه ديالي. والفيديو كيشرح كل شيء. هو صافي بهذه الطريقه هذه كنستمر بهذا الشكل هذا تنكمل الكميه اللي عندي كامله. ومن بعد ما كملتهم باش عمرت الصينيه ديالي، دابا ندخلها للفران، ومن بعد ملي يطيبوا ان شاء الله نرجع معكم. وصافي ها هما من بعد ما وجدوا من بعد ما طابوا كيفاش كيجي الشكل ديالهم. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. وبالنسبه لهاد البريوات كيجيو صراحه غزالين، الحشوه ديالهم كتجي لذيذه. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. اذا عجبكم هذا الفيديو هذا ضغطوا على زر الاعجاب، واللي باقي مشتركش معايا اشتركوا مرحبا بكم، وفعلوا الجرس باش يطلعكم كل جديد ديالي ان شاء الله. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.